النهارده ميعادنا مع اولى الجولات بتاعتنا في محافظه اسوان، قعدنا مع احبائنا في قريه غرب سهيل، استمعنا الى التحديات اللي بتواجههم، مشكلاتهم، الامور اللي ممكن يساهموا فيها في حلول رؤاهم يعني ووجهات نظرهم. الهدف طبعا ان احنا ننقل تصوراتهم كلها للجان الحوار الوطني. هم بيدونا سبورت، بيدونا حاجه حلوه ان احنا لا قادرين نعرض مشاكلنا بشكل حلو، قادرين نوصلها، قادرين ان هو ياخد راينا ويوصله.